يلا يلا حرك الموقع يلا الله يرحم والديك. طيب يا عمي ابشر، بس وين الموقع؟ ورع انت شغال توصيل ولا تعرف؟ ما له دخل يا عمي، بس انت ما حددت الموقع الله يهديك. تدري كيف؟ خلنا ناخذ فره كذا هنا وبعدها تطلع تتقهوى معاي ورجعني البيت، تكفى. ابشر يا عمي ولا يهمك، يلا ليتس جو.